احنا ديننا جايبينه من بره معصومون لا معصومون حاجه في الدين اسمح لي ربنا الدوله الاسلاميه بيعلمنا الروح والمعنى النفسي اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات والمدام واقفه جنبه لابسه قميص نوم قاتل بلكونه سيد محمد ليس مواطنا مصريا درجه لا مسيح كافر ولا يجد يهودي انا اللي اجي اقول انا ضد حريه الحد لا اجي موسى ادي العصايه لاخوك محمد ما بالكم بقى لما يكون عيد الحب اللي هم اصلا بيحرموه كمان يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه جديده من برنامج طير انت النهاردة معانا نجمة من نجوم المليطة وقلع الحجاب معانا عميدة عائلة الشباشي العيلة اللي هي بتدعو إلى خلع الحجاب ابتداء من شريف الشباشي معانا النهاردة فريدة الشباشي أول حاجة تعالوا ليه نشوف فريدة الشباشي فريدة الشباشي دي كانت امرأة مسيحية وهي بتقول إنها تزوجت مسلم ودخلت في الإسلام بس أنا شايف إنها لسه مسيحية نص مسيحية ونص مسلمة وجامعة ما بين الديانتين ودي حاجة غريبة تعالوا نشوف نقول هي ليه مش عايزة تلبس حجاب ممكن أن تتحجبي؟ لا لأني مش مؤمنة بالحجاب أنا مؤمنة بأن أنا لازم سلوكي يا أستاذ الإسلام يؤخذ كله ويترك كله عليه. لا أنا برد عليه برضو لا أنا الإسلام يؤخذ كله لا أو يترك كله ليه قلنا اقنعني بالحجاب أقول له الأول تعالى اقنعك بالإسلام شوف هقول لك على حاجة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من عمرنا ما سمعنا حجاب إلا مع الإسلام من أول النبي ما فيش فريدة الشباشي بتقول إنها مش مؤمنة بالحجاب طبعا ايات الحجاب موجوده في القران الكريم احنا مش بنتكلم في النقاب احنا بنتكلم في الحجاب اللي هو معروف بلاش السيده مريم حتى في المسيحيه مش هتلاقي ليها صوره ابدا بشعرها يعني حتى الحجاب والنقاب موجودين في المسيحيه بس خلينا في الاسلام هي بتقول مش مؤمنه بالحجاب هتبقى مؤمنه بالنقاب تعالوا نشوف النقاب لكن المهم جدا ان هو بيتكلم عن المنتقبه ان ده حقها والشريعة الإسلامية بتقول إن حقك ينتهي عندما يبدأ حق الآخر أين حقي أنا في التعرف على من طبعاً حقها ليه مش حقها وحقي أنا فين نعرف مين اللي جنبي مش مين أجبرك على شيء الله ما هي ماشية جنبي ما هي ممكن تبقى على جنبي في أوتوبيس ممكن تبقى ماشية في محل قدامي فين حقي أنا إيه المسوغ لهذا الوضع المتخفي الجديد علينا يعني فريدة الشباشي بتقول ان المنقبة مش من حقها تلبس النقاب ليه؟ عشان من حق فريدة الشباشي ان لما تقعد جنبها واحدة منقبة فريدة الشباشي تشوف وشها طيب يعني انت من حقك تشوفي وش المنقبة والمنقبة مش من حقها بعيد عن الرأي الديني اللي النقاب فيه فرض بعيد عن الرأي الديني المنقبة مش من حقها هي تستر وجهها هي طيب بالمنطق ده بقى يبقى انا لو قاعده جنبي واحده بس فريدة الشباشي عشان هي كبرت شويه لو واحده صغيره قاعده جنبي مثلا انا من حق اشوف جسمها طالما هي الموضوع كده انت من حقك تشوف وش المنقبه خلاص انا من حق اشوف جسمك ويبقى الحريه والديمقراطيه اللي انتوا عايزينها فريدة الشباشي بتقول وبتنرفز قوي بتقول لو في بنت مسيحيه بتروح المدرسه بيبقى شعرها باين بتبقى جنبها البنت المسلمه محجبه يبقى كده في تمييز يبقى المحجبه تقلع الاشارب عشان تبقى العمليه سواسيه ومتنرفزه قوي طيب خلاص لما تحجبي المسيحية الصغيرة يعني شاهد بتاعة التلميذات بتوعنا الصغيرين اللي قاعدة في الفصل لو جنبها مصرية مسيحية تبقى هي حاجة ودي حاجة الناس مستغربة لما نقول لهم واحدة زي فريدة الشباشي مش مؤمنة بالحجاب يا جماعة الناس دول اصلا دماغهم بايظه دي اصلا مش مؤمنه بالسنه مش مؤمنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مقطع ليها وهي في مناظره مع واحد من الازهر بتقول انها مش مؤمنه بالسنه القران لكن السنه لا ولما بيقول لها تردي على النبي محمد قالت لا ما اردش لكن ارد على ابو هريره وارد على مسلم بتحسس ان ابو هريره ده لعيب كره في النادي الاهلي ده صحابي يعني ازاي ترد على ابو هريره تعالوا نشوف المقطع كشف شعره؟ طب ايه رايك ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصدقي النبي؟ والحديث في الصحيح، صحيح مسلم حديث ابي هريره، قال رسول ما قولي ما بتصدقش بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بصدق انا انت طيب قول النبي انا بصدق القران طب النبي وطب السنه يعني لا دي فيها كلام بقى بقى لا دي فيها كلام بشغل مخي مين اشغل مخي في ايه؟ انا بشغل طب مخي. اذا كان النص صريح لا خلاص كده لا قصه ده كلام ربنا لا قصه ثانيه والقران برضه والسنه برضه واحد وما ينطق القران هو اللي قال وما ينطق عن الهوى القران هو اللي قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حديث مسلم بقى من حديث ابي هريره النبي قال هو اللي قال روحوا قولوا للنبي
صنفان. لا اقول ابو هريره واقول مسلم اللي كتب رضي الله عنه رضي الله. طبعا مش غريب عن فريدة الشوباشي اللي بتقول انها مش مؤمنة بالسنة، ان لما تقول بني الاسلام تقولك على شهادة ان لا اله الا الله وما تذكرش محمد رسول الله وتكمل بقية النطق. فانا قلت لكم قبل كده ان هي مزيج ما بين المسيحية ومزيج ما بين الاسلام. تعالوا نشوف فريدة الشوباشي وهي بتنكر او بترد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها ان المرأة ما تتولاش الاماكن او الوظائف العليا، قالت الكلام الهقص، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، وبوب عليه النساء باب ألا تحكم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تعالوا نشوف وهي بتنكر كلام النبي بتقول عليه هقص وأدران. أدران يعني حاجات زي قاذورات أو أمراض. تعالوا نشوف ونرجع تاني مع فريدة الشوباشي. الجديد دلوقتي إنه المرأة اللي أنا فهمته من خطاب الرئيس انه المراه زي الرجل، هيبقى في تكافؤ فرص، مفيش حاجه اسمها تمنعها من منصب تنفيذي لانها امراه، مفيش حاجه تمنعها من البرلمان عشان طلع لك واحد يقول لك لا ولايه للمراه والكلام الهكس ده كله اللي احنا عايزين نخلص منه. الادران دي عايزين نغسل منها مصر. فريد الشوباشي في اعتقادها ان الحجاب والنقاب هم اللي ادخلوا التحرش والزباله والقذورات في مصر. تخيلوا النقاب والحجاب هما اللي جابوا كده، وبعدين بتعلي صوتها قوي كأنه نوع من انواع التفاخر وبتقول لك احنا كنا زمان بنلبس ميني جوب وبنلبس قط وما كانش فيه تحرش. طب ما طبعا يا حاجه فريد، ما هو اذا وجد الماء بطل التيمم، هو انت هتبقي بالميني جوب وبالقط ويبقى فيه تحرش؟ لا. شوف الفيديو. حريه ارتداء الحجاب من عدم ارتدائه بدليل ان احنا فضلنا لغاية السبعينات واوائل الثمانينات ما كانش في حكاية الحاجات اللي ما كانتش مصارة في مصر وكنا دولة عظيمة، ودلوقتي بقينا عندنا زبالة مليان في الشوارع، عندنا تحرش، عندنا يعني الواحد مش عايز يتكلم. بس يوجد اين في فضيلة الشيخ كلمة متبرجة كلمة الحقيقة يعني غير كشفت مناسبة. الشعر كشفت الشعر طول عمرنا كاشفين الشعر، ما جاتناش الكاذمة إلا مع الإخوان المسلمين. لا ما خليني بقى، أصل كل ده مسبوغ. أنا بقالي من أجيال أنا كنت بلبس ميني جوب وبلبس كات، ولا كان في تحرش ولا كان في سفالة ولا كان في خيانة ولا كان في رشوة ولا كان في ده كله. الناس دول ما عندهمش قواعد ولا حدود لاحترام حد او لتقدير حد. لما سألوها مين اثر في حياتها في العصر الحديث، قالت هي معتبرة ان جمال عبد الناصر، مش هنعلى على جمال عبد الناصر، معتبر ان جمال عبد الناصر هو عمر ابن الخطاب. اكتر شخص اثر في حضرتك وتأثرت بيه غير امير المؤمنين الفاروق عمر؟ هتندهش لما اقول لك عمر بن الخطاب العصر الحديث بالنسبه لي هو جمال عبد الناصر وتاثرت بيه. لما بعض الناس هيقولوا انت ازاي قلت ان فريده الشوباشي جامعه ما بين الثقافتين المسيحيه والاسلاميه؟ ما ينفعش لان دول نقيضين. هي اللي قالت وشبهت جمال عبد الناصر. قبل كده شبهت جمال عبد الناصر بسيدنا عمر بن الخطاب، لا المره دي عليت شويه، شبهت جمال عبد الناصر بسيدنا المسيح عليه السلام، وبتقول ان في 67 لما جمال عبد الناصر اتهزم وكانوا عايزين يسلموه لليهود، اهو ده زي يهوذا لما سلم المسيح لليهود، وتخيلوا بتقول كانوا عايزين يقتلوه زي ما المسيح اتمسك واتصلب على الصليب، مع ان العقيده الاسلاميه وما قتلوه وما صلبوه. تعالوا نشوف المقطع اللي يؤكد ان الناس دول ما عندهمش حد او سقف للتشبيهات او لاحترام الانبياء او الصحابه. عندي مجموعة قصصية اسمها عبارة غزل. فأنا كاتبة قصة فيها بقول فيها ولكن حرسنا مسيحنا. أنت عارفة أنا برضو مطبوعة بالثقافتين طبعا، المسيحية والإسلامية. فأنا اعتبرت أن جمال عبد الناصر في 67 كان بالنسبة لي في رمزية المسيح. واللي كانوا عايزين يسلموه لليهود زي ما سلموا يهوذا سلم المسيح لليهود. كانوا بيحاولوا يعني، بس انا الطفل اللي في احشائي كان بيستصرخني ويطلب مني انزلي اطلبي منه البقاء.
فريدة الشوباشي العدوة الأولى للحجاب والداعية إلى سفور النساء بنقول لها أجزت لك السفور بغير فتوى فزيدي يا عجوز الشؤم زيدي. ومن قال الحجاب عليك فرض متى فرض الحجاب على القرود؟ فريدة الشوباشي عشان المخرج بقى وصاحب القناة والعاملين فيها معلش يا جماعة شير في الخير شير الحلقات واعمل سبسكرايب للقناة اعمل سبسكرايب للقناة احنا ديننا جايبينه من بره قبول لا معصوم حاجه في الدين اسمها خلي بالكوا بقى لما يكون عيد الحب اللي هم اصلا بيحرموه كمان يعني